السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنحاول ندرسوا فيه واحد الدالة ديال اللوغاريتمية على ان اكس. وعندنا واحد النموذج من الامتحانات الجهوية، يعني لدينا الدالة اف لي اكس تساوي اكس زائد ناقص واحد زائد على ان اكس. دونك السؤال الاول اللي هو دائما كيتطرح هو حدد مجموعة تعريف الدالة اف. قلنا في الدرس اكس ينتمي الى الدالة اف يكافي. دونك هنا شنو عندي على ان اكس، لان مجموعة التعريف بصفة عامة مش كيكون عندي فيها المشكل. اذا كان عندي الجذر مربع، ما بداخل الجذر المربع كيكون خصو يكون موجب، ولا كيكون عندي المقام، يعني كتابة كسرية المقام خصو يخالف الصفر، ولا مثلا هنا هاد الدالة هادي على ان اكس قلنا ما بداخل الان خصو يكون موجب قطعا. هنا ما عنديش الجذر المربع، ما عنديش كتابة كسرية، اكس في البسط ما كيهمنيش، يعني كما كان اكس كما عوضنا اكس كتبقى القيم ديالو صحيحة. هنا ناقص واحد زائد الان اكس، هذاك الان اكس خصنا نقولوا بلي هذاك الشيء اللي داخل ديال الان كيفاش خصو يكون اكس، باش ما بداخل الان يكون موجب قطعا. شنو عندي داخل الان اكس فقط، يعني خصني نقول اكس اكبر قطعا من الصفر، يعني صفر الفوق، يعني دي دو اف. اذا دي دو اف تساوي صفر زائد ما لا نهاية، أكبر قطعا من الصفر. لو أن عندي إكس أكبر من أو يساوي غندير هذا مغلق هنا، ولكن عندنا إكس أكبر قطعا من الصفر. ثم السؤال الثاني، احسب إف لواحد. دونك ماشي دونك من دائما طرقين من الأسئلة ألف، هنا عندنا ألف باء باء، هادو من بين الأسئلة اللي الواحد ما خصوش يضيعهم. يعني أي واحد كيما كان الفهم ديالو الرياضيات بحال هاد النوع ديال الأسئلة ما خصوش يضيعهم. عندنا اف لي واحد، الصورة ديال واحد، عندنا اف لي اكس واش كتساوي اف لي اكس تساوي اكس أس اثنان ناقص واحد زائد الان اكس. اشنو بغينا هنا؟ بغينا اف لي واحد. دونك خصني نحيد اكس، هاد اكس هذا غنبدلو بواحد، ولا حيت هاد اكس بدلتو بواحد هادو كاملين كنبدلوهم بواحد. دونك كنعوض هنايا، كندير هنا واحد أس اثنان وهنا إلان واحد. دونك فيما كان إكس كنعوضو بواحد، وكنحسب ديك الساعة يساوي واحد أس اثنان. دونك واحد كيما كان الأس ديالو كيبقى كيساوي واحد، لأن واحد أس اثنان هي واحد في واحد هي واحد، ناقص واحد زائد إلان واحد. دونك قلنا بلي إلان واحد كيساوي صفر، واحد ناقص واحد صفر زائد صفر هي صفر، يعني إف لواحد تساوي صفر. دونك ثم غنحسب اف لي او. دونك نفس الطريقه نمشي هنا كاملين اكس غنعوضو ب او، اف لي او يساوي او سي 2 ناقص 1 زائد ان او. دونك او سي 2 كتبقى ناقص 1 زائد ان او، ان او قلنا هي 1 تساوي او سي 2 ناقص 1 زائد 1، ناقص واحد زائد واحد هي صفر، دونك تساوي إكسبونونسيال أس اثنان. دونك غندوزو للسؤال ثلاثة. السؤال ثلاثة، أحسب لا ليميت إف لي إكس، يعني كنديرو ثالثا ولا ثانيا عفوا، السؤال الثاني لا ليميت إف لي إكس عندما يؤول إكس إلى صفر على اليمين، دونك صفر زائد هي صفر على اليمين. بما أن لا ليميت ديال ان اكس تساوي ناقص ما لا نهايه عندما يؤول اكس الى صفر على اليمين، هذه قريناها في الدرس، ان ديال صفر بلس هي ناقص ما لا نهايه. دونك هذه كتعطينا ناقص ما لا نهايه، هذه صفر اس اثنان حيت كنعوضو بصفر، اس اثنان هي صفر، صفر ناقص واحد هي ناقص واحد، وناقص واحد مع ناقص ما لا نهايه. دونك ناقص ما لا نهايه الا زدتي ليها ولا نقصتي منها اي عدد كما كان بحالها بحال زائد ما لا نهايه ما كيتغيروش. دونك ناقص ما لا نهايه نقصتي منها 100 ولا زدتيها 100 ولا كتبقى ناقص ما لا نهايه. دونك تساوي لا ليميت تساوي ناقص ما لا نهايه، ولا نديرو هنا لان دونك لا ليميت ديال اف لي اكس تساوي ناقص ما لا نهايه. ثم لا ليميت ديال اف لي اكس عند زائد ما لا نهايه، لا ليميت اف لي اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه.
عاوتاني في الدرس قلنا بلي هادي ارن اكس ملي كيكون اكس في زائد ما لا نهايه كتعطينا زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه هادي كتعطينا زائد ما لا نهايه وزائد ما لا نهايه مع زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. ما كنقولوش زدت اثنان ولا اثنان في زائد ما لا نهايه، لان زائد ما لا نهايه كنضربوه في اي عدد موجب كيعطينا زائد ما لا نهايه. دونك زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه، نقصوا منها اي عدد بغينا كتبقى زائد ما لا نهايه. دونك اف لي اكس تساوي زائد ما لا نهايه. وكنديروا لان لا ليميت ديال ان ان اكس تساوي زائد ما لا نهايه عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه. ثم غندوزو للسؤال الثالث. دونك هنا غندوزو للمشتقه وغندخلو غندخلو في عقلنا الدرس ديال الاشتقاق. كل وحده هادو غندير لهم مشتقه، مشتقه ديال اكس اس 2. دونك المشتقه ديال اكس اس 2 الى طبقنا عليها القاعده ديال اكس اس ان غتعطينا 2 اكس، المشتقة ديال واحد وقلنا المشتقة ديال أي عدد كيساوي صفر ناقص صفر زائد المشتقة ديال ln x. المشتقة ديال ln x كنا قلنا بلي x بريم على x في الأخر عطاتنا واحد على x زائد واحد على x. دونك كتبقى ليا جوج x ناقص صفر هي جوج x زائد واحد على x. دونك هنا دائما في المشتقة نحاولوا نوحدوا المقام باش يكون عندنا واحد الكسر عنده البسط وعنده المقام. مثلا هنايا بغينا نوحدوا المقام، شنو هو المقام اللي كاين هنا؟ اكس. حتى هنا خص يكون عندي اكس، دونك غادي ندير جوج اكس. الا بغيت يكون عندي هنا اكس غنضرب حتى الفوق في اكس، انا ضربت في اكس الفوق وضربت في اكس لتحت، وهذه ما كنقيسهاش زائد واحد على اكس. دونك دابا عندي ملي كنقول توحيد المقام يعني نفس المقام، دابا ولا عندي نفس المقام. ملي كيولي عندي نفس المقام كنجمع البسطين. هنا اكس في اكس، اكس في اكس هي جداء قوتين لهما نفس الاساس. اكس في اكس كنحطو اكس والاس ديال هذا واحد زائد الاس ديال هذا واحد هي اكس اس 2 مع هاد الجوج هادي هي جوج اكس اس 2 زائد هنا كيبقى عندي واحد. دونك هادي هي اف بريم لي اكس، هادي المشتقة ديال اكس. الله يرضي عليكم ما تنساوش بخيم، لان ملي كديرش اف ملي كتحيد هاد بخيم هادي كتبقى دير هاد الشيء بحال كتكتب اف لي اكس، ما درتيش المشتقة. انت راه درتي الاشتقاق ولكن عندك خطا ما كتردش ليه البال. ادرس اشارة اف بريم. اشارة ديال اف بريم شناهي؟ واش موجبة ولا سالبة؟ وهنا ما نخلطوش بين الرتابة والاشاره. ملي كيقول لك الرتابه واش تزايديه ولا تناقصيه، الاشاره راه باينه. الاشاره كنقولوا اصلا الاشاره واش موجبه ولا سالبه. دونك نشوفوا اف بريم واش موجبه ولا سالبه. اف بريم على شكل كسر. دونك الكسر امتى كيكون موجب؟ مثلا الا خدينا 2 على 3 هذا عدد موجب. الا خديت مثلا ناقص 2 على ناقص 3 هذا واش عدد موجب ولا عدد سالب؟ علاش درت هادشي؟ لان كاين اللي كيشوف ناقص صافي كيقول هذا راه عدد سالب. هذا عندي ناقص وناقص، حيت القسمه هذه بحال الضرب، الا ضربت ناقص في ناقص ولا قسمت ناقص على ناقص كيعطيني زائد، او هذا ناقص على ناقص كيعطيني زائد، يعني حتى هذه موجبه. امتى غتكون سالبه؟ الا كان مثلا عندي 2 على ناقص 3 ولا ناقص 2 على 3. مثلا هادو عددين موجبين وهادو عددين سالبين. علاش هنا؟ حيت عندي زائد وناقص كيعطيني ناقص، هنا ناقص وزائد كيعطيني ناقص. دونك هاد الجوج هادي يعني بصفة عامة عدد كسري كيكون سالب إذا كان البسط والمقام عندهم إشارتين مختلفتين، واحد كيكون عنده ناقص وواحد كيكون زائد. أما إذا كان عندهم نفس الإشارة كيكون موجب. مثلا هنايا دابا إف بريم غنشوفو كيفاش غتكون، نشوفو المقام ديالها والبسط ديالها. إذا كان عندهم نفس الإشارة راه غتكون موجبة، إذا كان واحد فيهم سالب وواحد موجب يعني غتكون سالبة. هنا عندنا إكس، إكس كيفاش داير؟ دي دو إف هي اللي كتحدد لي القيمة ديال إكس، وأصلا حتى هنا راه عاونوكم قالو ليك أدرس إشارة إف بريم على المجال صفر زائد ما لا نهاية، يعني في دي دو إف صفر للفوق، يعني إكس كيفاش داير؟ موجب. دونك لدينا إكس أكبر قطعا من الصفر. إكس أس 2 اكس اس 2 كتكون موجبه. اي عدد اس 2 اي عدد حقيقي اس 2 كيكون موجب، سواء كان اكس سالب ولا كان اكس موجب، يعني ملي كنرفعو اس 2 كيكون موجب. دونك قلنا اكس اس 2 موجب، الا ضربناه في 2 غيبقى موجب، زدنا عليه 1 غيبقى عدد موجب.
إذن هذا موجب وهذا موجب، إذن f تنبي x أكبر قطعا من الصفر. يستنتج أن الدالة f تزايدية قطعا. إمتى كتكون f تزايدية؟ دونك العلاقة بين f والمشتقة ديالها f بريم. ملي كتكون f بريم موجبة كتكون f تزايدية، ملي كتكون f بريم سالبة كتكون f تناقصية. دونك هذه خاصية عقلوا عليها، f بريم موجبة f تزايدية، f بريم سالبة f تناقصية. هذه فيما يخص الخاصية. فيما يخص شي حوايج اللي كي بحال المنبهات كينبهوني، انا مثلا جيت ندرس إشارة f بريم ما عرفتش مثلا كيفاش غتكون الإشارة ديالها، او اللي درست الإشارة ديالها ولقيتها سالبة مثلا، انا خرجت لي سالبة ما عرفت ما كنعرفش مزيان، خرجت لي سالبة بطريقة او بأخرى، خرجت لي سالبة قال لي استنتج انا f تزايدية. انا كنعرف الخاصية بلي f تكون كتكون f تزايدية الا كانت f بريم سالبة. دونك خصني نفكر ملي يقول لي استنتج انا f تزايدية وانا خرجت لي f بريم سالبة، اصلا الا خرجت لي f بريم سالبة خص f تكون تناقصية، ولكن هو قال لي تزايد يعني f بريم خص تخرج ليا موجبة، تخرج ليا اشارة ديالها موجبة. دونك هادو منبهات كينبهوني باش نعرف اش كندير، واش داكشي درت صحيح ولا ما صحيحش. دونك الا قال لك استنتج انا f تناقص يعني f بريم خصها تكون عندك سالبة، الا قال لك f بريم f تزايد يعني f بريم خصها تكون موجبة، خصها تقول لك تخرج لك موجب، يعني غتقول هذا موجب وهذا موجب، اذا f بريم موجبة. وبالتالي بما ان f بريم موجبة فان f تزايدية قطعا على صفر زائد ما لا نهاية. ونتمنى انكم استفدتوا، وحنا دائما نعنى الاشارة، اذا كان شي تساؤل ولا شي حاجة خليو لنا لي كومونتير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.